السؤال الثالث يا شيخ الله يبارك فيك، ما حكم أخذ الشعر الذي في الوجنتين؟ بعضهم يا شيخ عنده الشعر إلى حدود العين، فيعني شوي كذا من باب إن الله جميل يحب الجمال ويتجمل الواحد شوي خاصة لزوجته وكذا، فيشيل الشعر هذا اللي على الوجنتين اللي قريب العيون، على الوجنة يعني ما هو على الذقن، اللي على الوجنتين فوق، فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم، ودائما ما أنساكم الدعاء يا شيخ، والله دعونا لك في آخر ساعة إن شاء الله اللي هي قبل المغرب، وندعو لكل المسلمين، أستودعكم الله في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرى أن كثيرا من فقهاء الحنابلة يرون بأن الشعر الذي على الوجنتين لا بأس بأخذه، لأنه لا يدخل في مسمى اللحية، وكذلك الشعر الذي على الرقبة أيضا لا بأس بأخذه، هكذا يرى كثير من فقهاء الحنابلة، ولعل في قولهم سعة ومندوحة في حق كثير الشعر الذي كما تفضلتم في السؤال أنه يغطي عينيه ويكاد يهجم على أنفه ومنخريه، على تلك الصفة التي ذكرتموها والتي تريدون مني أن أفتيكم بالجواز، لأن بعض السائلين كأنه يدفع المستفتي للجواب بتجميل سؤاله أو تقبيح صورة سؤاله، فهو إذا أراد الحرام فهو إذا أراد أن يفتيه المفتي بالحرام قبح صورة سؤاله كأنه يقول أيها المفتي قل بالحرام، وإذا أراد أن يفتى بالجواز يعني جمل صورة سؤاله كأنه يشير إلى المفتي أن يقول بالجواز. على كل حال أنا أقول إن كثيرا من فقهاء الحنابلة يرون أن شعر الوجنتين ليس داخلا في مسمى اللحية الواجب تركها، وكذلك شعر الرقبة والحلق أيضا لا تعتبر داخلة، فلعل في هذا القول فرجة لأصحاب الشعور الكثيفة، والله أعلم. أنا أحسن الله إليك. الأخ إبراهيم يسأل عن أيهما أفضل، معلم القرآن الذي يباشر التعليم بنفسه أم الذي يبذل ماله في هذا الطريق، يبذل ماله إما باعتماد الحلقات كليا أو باعتماد المعلم وإلى آخره، سلمك الله وأحسن الله إليك. وعليكم السلام. كلاهما له فضل، ولكن الذي يباشر تعليم القرآن أفضل من الذي يمول حلقات القرآن بالمال، قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال وعلمه، والمقصود بقوله وعلمه أي باشر تعليمه، فمن يباشر تعليم الناس القرآن خير من الذي ينفق ماله في مثل هذه المناشط الدعوية، لأن هذا يعلم بماله وذاك يعلم بنفسه، وفرقان بين الأمرين، لكن كل منهم له فضل وجزاهم الله خيرا، لأن معلم القرآن لو لم يجد متكفلا بالمال قد تتعطل الحلقة كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا وليد، حفظكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. شيخنا الكريم، بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة الفجر والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات إلا كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات إلى آخر الحديث، فهل قوله قبل أن ينصرف ويثني رجليه قيد في الحديث، بمعنى أنه لو قال هذا الذكر بعد أن ثنى رجليه أو بعد أن انصرف لا يشمله هذا الحديث؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأخي الكريم. المقصود بذلك أنه يبادر بها بعد السلام من صلاة الصبح ومن صلاة المغرب سواء ثنى رجليه أو لا، وإنما المقصود بهذا الحديث المبادرة، المقصود بقوله قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة الصبح والمغرب إنما هي المبادرة، يعني أن يقولها قبل أن ينشغل بشيء آخر وقبل أن يقوم من مصلاه، هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. شيخ، هل يجوز للنساء التزين للنساء في المناسبات والأفراح والأعراس وغيرها، أما أنه يقتصر التزين لزوجها في بيتها؟ أفيدنا بارك الله فيكم وفي علمكم، ونرجو نصيحة منكم في هذا الشأن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة، وأن الأصل بقاء الناس على أعرافهم ما لم تخالف دليل الشرع، فالأصل في العادات الحل والإباحة. فيجوز للمرأة أن تتزين للنساء بما جرت عادة مثلها أن تتزين به، فإذا تزين النساء لبعضهن في الأفراح أو في المناسبات الكبيرة أو الصغيرة بما جرت عادتهن أن يتزين بعضهن لبعض فيه، فإن هذا أمر جائز لا حرج فيه. فليس جمال المرأة مقصورا على زوجها، وإنما لها أن تتجمل لأهلها، ولها أن تتجمل للمناسبات، ولكن بما جرت العادة به. وهناك نوع من الجمال يخص الزوج، ولا أظن السائل يخفاه ما أقصد. وأما الجمال الذي جرت به عادة المرأة إذا ذهبت للمناسبات الكبيرة أو الصغيرة أو الولائم الكبيرة والصغيرة، فهذا أمر لا ينبغي إنكاره، لا ينبغي إنكاره، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الغالي. أحسن الله عليكم شيخنا، في سجود السهو إذا شك الإنسان في الصلاة ثم تيقن بعد الشك، فهل يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ الله يجزاه خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا شك الإنسان في صلاته ثم يسر الله عز وجل له معرفة الحق واليقين، ثم مضى على نظم صلاته لم يزد فيها ولم ينقص بسبب الشك الذي عرض له، فإنه لا يجب عليه سجود السهو، وإنما يعتبر هذا الشك الذي عرض لعقله ثم زال شيء فاصل يسير لا يؤثر لا في زيادة الصلاة، أعني في زيادة نظمها، ولا في نقصها. فإذا شك الإنسان هل هو في الثالثة أو الرابعة ولم يحدث زيادة ولا نقصا، ثم تبين له بأخرة بعد عدة ثواني أنه في الثالثة أو في الرابعة، فليتم نظم صلاته وليسلم ولا سجود عليه في الأصح، لأنه لم يعمل بشكه، وإنما اطرحه بسبب اليقين الذي تبين له حقيقة الأمر. فهذا الشك الذي يعرف لا يجب له سجود السهو إذا أبدله الله عز وجل باليقين. وكلنا ذاك الرجل الذي يحصل له مثل هذه الخطرات والشكوك والخيالات في صلاته، فلو كان يجب من مثلها سجود السهو لا رأيت كثيرا من المسلمين لا تخلو صلاته من سجود. لكن بما أنه شك عرض وطرأ وانتهى وانقطع باليقين، فإنه لا بأس ولا حرج عليه، ولا يجب عليه السجود في الأصح، والله أعلم.